جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإعداد الأطعمة والمشروبات من القهوة والشاي والماء وما أشبه ذلك شيخ صالح، نلاحظ أن الذي يقوم بهذا في الكثير الغالب هم أقرباء أهل المتوفى وليس من بيت المتوفى. من الضروري أن الناس إذا اجتمعوا نعم. في بيت المتوفى أو في غيره من الأمكنة المحددة أن ذلك يستدعي إحضار الطعام والشراب وما يحتاجه المجتمعون، فإن كان هذا من أهل الميت فإنه خلاف السنة، طيب لأن السنة أن أقارب أهل الميت أو جيران أو جيرانهم يصنعون لهم الطعام الذي بقدر كفايتهم وحاجتهم ويقدمونه إليهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، ويصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت طيب. فقط. أما التوسع في هذا فهذا إعانة على إحياء البدعة، وما يعمله الناس والوافدون وأقارب الميت من تقديم تبرعات، تقديم أطعمة، تقديم ذبائح، كل هذا من الإعانة على إحياء البدع، الله المستعان، حسبي الله، وهو إسراف وتبذير ما أنزل الله به من سلطان. حسبي الله. فنقول هذه الاجتماعات يجب أن تترك، وإذا تركت سلم الناس من هذه المؤونة وهذه الكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.